اهلا فيكم حلقه جديده احمد ابو الرب. يا جماعه الخير كثير كومنتات بيحكوا لي ان انا بقلد ناجي القاق، فقلت بجيب ناجي القاق بحطه هون وبخليه يعترف انه انا ما بقلده. ليش تقلدني؟ تعرف شو اللي عشان عندي جيش الهبد انت عندك السفاحين ففعليا هم تقريبا نفس الكونسبت عارف. ليش تاخذ فكره جيش السفاحين؟ جيش الهبد اقوى من جيش السفاحين. جيش الهبد سفاحين 4 مليون جيش الهبد. انا يمكن بعرف ليش بحكوا لك بتقلد ناجي القاق. ليش؟ عشان ضو التسليكي هو كتير حلو على فكره، رائع ضو التسليكي تبعي، بس تسليكي كثير اكثر من تسليكك. اسلك مني. يعني انا مش عامل اي ترتيب، فاهم؟ انا حطيته زي هيك مش عارف. يا جماعه عادي، يعني شوفوا ما شفت اي شيء عند احمد عم بيقلد فيه، بس ممكن مرات انتم تحسوا في ستايل معين قريب منه. عرفتوا ليش؟ انه هلا اي يوتيوبر بطلع وبنجح بكون شايف يوتيوبرز كثير ثانيين وشايفين اساليبهم، تلاقي الواحد بجمع من هون بجمع من جنب بجمع بجمع بخلق اسلوبه لحاله. عرفتوا؟ بعد فتره راح تلاقوا، واذا بتتابعوني انا لحال واحمد لحال بعد فتره من 3-4 اشهر راح تشوفوا انه في اختلاف كبير. انا صراحه شو اسمه يعني بعتبرك زي بعتبرك يوتيوبر كويس، يعني ماشي حاله. شكرا. ماشي حاله منيح. جيش الهبت سألتكم على الانستغرام ايش بدكم تسألوا ناجي، اسئلة يعني من عندكم. اللي بده دائما يشارك في فقراتنا يتابعنا الانستغرام جيش الهبت. ما حرد عليك، بس عليك برد، بس عليك برد. جيش الهبت اجي اسئلة كتير. والله كتير. ليش انت دب؟ انا مش دب، هذا عضل بس مو مبين بالكاميرا. يمكن عضم ثقيل. عضل عضم عضل. انت اهبل. متى حاولت تعمل رجيم؟ تقريبا كل يوم. بالليل، كل يوم في الليل بحكي لحالي انا بكره راح اعمل رجيم. ما بتتعشى؟ وبتذكر ثاني يوم بالليل. وما بتتعشى؟ لا انا بحكي بدي اعمل رجيم، بعدين بتعشى عشاء ابن كلب عارف، عشان بحكي انه هاي اخر عشاء، فكل ليله بتعشى اخر عشاء. ما بحسك جد تهتم بالقصه هاي صح؟ لا مو كتير. ايه طز خلاص هيك. هاشتاج طز على الاخر يعني. امتى راح اهتم لهذا الموضوع؟ لما اجي اتجوز. هي حتشوف فيديوهاتك. هيو حتقول هيو. بس لا بس ترى كثير كويس انت هيك بتكون خاص قناعة مع جسمك يعني. خلص. انا كمان زي هيك يعني. بين وبينك جسمك بغزي يا احمد. جيش الهبت. كم وزنك يا بومبستي؟ والله اخر مره توزنت 134 شيء زي، بس بتوقع طلع، بتوقع صار 140. الله يزيده ويبارك. عقبال عمرك. ليش بطلت تهتم بالمتابعين مثل قبل يا ناجي القاق؟ هيك كاتب يا ناجي القاق. بطلت اهتم للمتابعين. بطلت تهتم يا ناجي القاق. انا بطلت اهتم. اسمعوا، انا ما بشوف اهلي عشان السفاحين. صار باستوديو في 2 قاعدين بيشتغلوا عشان ننزلكم فيديوهات. بدي الحق على بومبستيك، بدي الحق على الفلوج، وعم بحاول اصير فاشينيستا. انا صرت فاشينيستا بس عم بحاول انزل اكثر. عرفت شو قصده. يمكن ليش ما برد على المسجات؟ ليش ما بترد على المسجات؟ لانه مستحيل. صح مستحيل. اخوان ضل يبعثوا لي، والله بيبعثوا لي زي هيك. انا ليش ما ترد على المسجات؟ وبكل مسج بحكي لي شو مالك شايف حالك علي. ابو ناجي انت ليش صاير نفسيه يا جماعه؟ لما كان عندي 20 متابع غير لما يكون عندك 200,000. لما كان عندي 20 متابع نفسيه اذا ما برد عليه، بس لما يكون عندك 200,000 يوصلك باليوم 300 مسج، ولازم تنزل بوست وفيديو ومونتاج وافكار وتصوير. والله يا جماعه ايش بتعرف. والله واحد بعت لك زي بس مسج حب، الجيرل فريند تبعي بتحبك يا ناجي. والله انا بحبها كمان. هيني خسرت متابع. سفاحين. سفاحين نقدر نوصل هذا الفيديو 50,000 لايك. اذا وصل هذا الفيديو 50,000 لايك احمد ابو الرب راح يعطيني ارباح الفيديو كل $5. شو بدك تعمل على المليون؟ على اي قناه؟ مش عارف، ما هو ما حدد. على قناه بومبستيك راح اسلك، يمكن اخلي حوض السمك يعمل رده فعل. على على القناه الرئيسيه يا جماعه راح اخليها مفاجاه، لانه القناه الرئيسيه تعبت عليها 3 سنين لحتى اقدر اوصل المليون، فراح يكون فيديو صاروخي بومبستيكي بحرق حرق. القاق لو عندك جيرل فريند بتصور معها فلوجات؟ طبعا. لازم السفاحين يشوفوا صار عندي جيرل فريند. لازم الشباب يعرفوا انه انا صار عندي جيرل فريند، واول ما اصاحب اصلا اول شيء راح يعمل راح اروح اصورها. سفاحين شوفوا الجيرل فريند، شوفوا. مش احمد ابو الرب يعني، تخيلوا وحده هيك. انا قبل. وين مخبي مصاري الحصاله؟ بدي اسرق. وين مخبي مصاري الحصاله؟ صرفتهم. عشو؟ اشتريت كمبيوتر. جد انت بتحكي؟ كمبيوتر كان حقه 1490 دينار. ما شاء الله. حتى تحويشه عمري راحت عشان اعملكم فيديوهات. بعد فلتني عليهم. جيش الهبت ترى انا اكثر من مره بس بخبص بالحكي بيعملوا عليه انقلاب عسكري، ما عندهم مزح. فخلينا هلا محترمين. انا ترى شوي يعني مش قادر امسكهم الشباب. انا
ناجي بتدخن؟ لا تدخين زباله ما تدخنه. ليش هيك الكاميرا كثير لتحت؟ شو اسمه رزان كاتبيت لي انت زي اخوي الله يحرقك. مش ناقصني اخوات في حياتي انا. شو علاقتكم مع بعض؟ اتس كومبليكيتد. ما في علاقه. انت ترى تناديني باسم الكامل كل ما تشوفني احمد ابو رب. اه ليش هيك؟ ما بعرف لانه تعرفت عليك كيوتيوبر مش كانسان. اصحابي بينادوني نيزو. ناديني نيزو. نيزو فشرت عقله. ليش هو مغرور؟ ليش انت مغرور؟ مش عارف والله. حيوان. ليش مهمل القناة؟ قصدكم بمبستي. رح نزل بكرة. سيد اسئلة جيش لها بتخزي صراحة. هذا زي فاصل ونواصل. نص الفيديو. بدي اياكم تصوتوا لناجي في ريد بول. شو اسمه هو؟ ريد بول ايش؟ سوفت بوكس. ريد بول سوفت بوكس. سوفت بوكس؟ سوفت بوكس. سوفت بوكس. سوفت بوكس. ريد بول سوب بوكس زي مسابقة سيارات وقصص. منصوت له بدنا نجيب له. صوتوا لي يا جماعة. أقل إشي 100,000 فوت. جيش الهبد تفجير. ليش ما رجعت تعمل سلسلة الدعم لقنوات اليوتيوب؟ ليش ما سويت سلسلة الدعم لقنوات اليوتيوب؟ هذا سؤال قوي. مش عارف يا زلمة. كثير أجاك. ما عرفت أختار. أنا مش ضد إنه أدعم، بس أنا ضد إنه أضيع وقتي 4 أيام مقابل ما ألاقي ولا محتوى زي العالم، عرفت؟ كله فورتنايت بوب جي ومش عارف إيش، وحتى معظم الناس اللي بيبعتوا لي فورتنايت بوب جي ما بصوروا حالهم، بس بصوروا الجيم بلاي. فعم بفكر اعملها في طريقه اذكى شويه، خليهم مثلا ينزلوا فيديو مع هاشتاج، وعلى هذا الهاشتاج اشوف انو احلى فيديوهات وبربح اي واحد شاطر كمان. يا اخوان ناجي كثير بدعم المواهب والله. انا ترى نزلت ايميل ادعم المواهب عندي على الانستغرام، 90% منهم مصورين بدهم ادعم موهبتهم، ببعثوا لي صور ورد هيك هو مصور ورده بحكي لي انا مصور ادعم. ما بزبط يعني، عارف؟ ابو سروال بسالك تبيع قاروره المي؟ ببيع. ببيع بخصم لك منها 50 دينار. ابو سروال هذا جماعه كره القدم. ابو سروال سفاح. ابو سروال سفاح كره القدم. بس شايف حاله. شايف حاله مغرور يا اخي، ما اعرفش ليش. انا تبهدل. من وين جبت كلمه بومباستيك؟ حلو هذا السؤال. من وين جبت الكلمه؟ والله ما بعرف، من اغنيه تبعت بومباستيك تلمي فانتاستيك زي شكل. كم اخ عندك؟ عندي اخين، واحد دكتور وواحد عم بدرس بالجامعه. واحد بدرس في الجامعه، واحد دكتور، واحد يوتيوبر. يعني طب ناوي تشتغل إشي حقيقي بحياتك؟ لا. حاولت أشتغل يا جماعة مش حلو. في إشي اسمه مسؤولية، الله يبعد عنكم. كيف صرت فاشينيستا؟ لازم يكون عندك شوية ذوق، تعرف تلبس، تعرف تعمل بوز حلو. يعني شوف هذا البوز مثلا، والله متعوب عليه. مودل روز، انا جاي لشغلك. فرح عندها بوي فريند. فرح اسمع، فرح مطالقة. فرح لما نزل الفيديو تبعها اقسم بالله تقززت. انا اسمي فرح، عندي مبادرة اسمها وهب الفرح، فنحن باول شهر 10 نزلت صورة. كل الكومنتات عندك بوي فريند. تتوقع من سفاحين؟ احنا كلياتنا مساكين مقاطيع، صح ولا لا سفاحين اذا عم تحضروا؟ احنا يا جماعة مساكين، احنا بندور على حنان، على الصدر الحنون. متى رح تعمل تجمع لمتابعينك؟ عملت مرة تجمع اجوا 4. تبع سوبر ماركت؟ لا ما كانوا 4، كانوا تقريبا 30 واحد. بس انا الصراحة حكيت عن التجمع بالانستغرام، ما حكيت باليوتيوب، وخايف اعمل تجمع احكي عنه في اليوتيوب ما اعرف اسيطر عليه، لانه وقت ما كان في بس 30 واحد كان في اولاد صغار رح تندعس خلاص. والله. فقلت اذا لقيت حدا ينظم لي هذا المشروع بعمل. تحس بالمسؤولية طبعا يعني. طبعا انا هادف جدا. متى ناوي تتزوج وليش بحس كل حياتك مسخرة؟ انت المسخرة اول شيء. بس انت جد حياتك مسخرة. ليش هيك يعني؟ عارف هيك حاسس يعني. طب ايش 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 اعمل؟ لازم اكون مكشر دائما وزعلان وحياتي مسخره؟ بس انا مبسوط. لا انت حياتك مسخره لانك انت مسخره. شكرا. ليش كل حياتك تلبس طواقي؟ مش عارف يا جماعه، صار خلص صار هيك حسيته، لانه فاشينيستا صار بالبقلي. يعني انا كنت دائما اطلع بدون طاقيه عادي، عرفتوا؟ بس حس هيك يعني بومبست. بس هذا هو الفيديو يا جماعة. هي حسابي بالإنستغرام، هي حساب أحمد. بلكي يعني ما كانوا هناك، بلكي كانوا هون. هي حساب أحمد هون، وهي حسابي أنا بالإنستغرام هون. ضيفونا فاشينيستا أحمد وناجي. مع السلامة شباب. ليش بعدهم هون؟ بعدهم هون مع إنه أنا عملت هاي الحركة خلص مفروض. شكرا لدينا شواش على طريقها لآخر فيديو. تحب أفجزنا في جزء التعليق؟ عمل اشتراك هناك واحضر فيديوهات تاني كمان هناك. شوفك على فيديو جاي وحش.